للعجين. إذن بالنسبة للعجين فغناخدو 4 ديال السميدة 250 غرام، ومن الأفضل أننا نقسمو النص، يعني نديرو 125 غرام سميدة رقيقة و 125 غرام سميدة غليظة، باش العجين كيجينا فتي كتر. غادي نضيف ليها شوية ديال الملحة، وغادي نضيف ليها الزبدة دايبة، واحد 70 غرام ديال الزبدة دايبة، والزبدة تكون حيوانية بطبيعة الحال. وغادي نخدمها هكا بيدي كما كتشوفوا، وغنخليها تشرب واحد الساعه حتى لساعتين، ماشي مشكل، نخليوها نطرفوها ونخليوها. من بعد غادي نرجع ليها، غادي نضيف ليها 4 ديال المعالق ديال ما زهر، ما زهر دائما كتعرفوا بان بالعامري هو اللي زوين، فدرت 4 المعالق، وديك الشياطه الاخرى باش نكمل 4 المعالق عامرين. وغادي نضيف ليها 60 غرام ديال الماء بارد عادي، ونجمع هاد العجينه، نبقى نخدمها هكا بيدي حتى كنحس بها ولات لي عجينه في يدي، يعني غير بشوي ما تزيدوا لا ما لا والو، هذيك الكميه راه غادي تجمع لكم السميده، نبقاو بشويه 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 حتى تجمع لكم. وغادي نبدا نشكل بها كويرات متوسطين بهذا القياس هذا، حتى نسالي الكميه ديال العجين كامله. وغادي نحتفظ بها وندوز نصايب الحشوه، نخليكم مع المقادير ديالها. اذا بالنسبه للمقادير غناخذوا واحد 200 غرام ديال العجوه ديال التمر، وغادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال الزبده دايبه، غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال القرفه، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الماء الزهر، وغادي نجمع هذا الشيء مزيان حتى كتدخل هذاك الماء الزهر كيدخل مزيان في العجوه اولا في التمر. وغادي نضيف من بعد 2 معالق كبار ديال الزنجلان محمر ومطحون، غادي نكمل الجميع حتى كنحصل على عجين يعني متماسك في نفس الوقت، يعني مختلط مخلط مزيان. وكنبدا حتى هو كنشكلو على شكل دوائر كما تشوفوا هكا. حتى كنسالي الكميه كامله، حتى هو كيكون عندي العجين على شكل دوائر كويرات، وايضا الحشوه على شكل دويرات كويرات. وغادي نرجعوا للتشكيل ديال هذا المقروض، فغناخذ كل كويره وغنبدا ندلكها كما تشوفوا بحال هكا. غادي نجيب الكويره ديال الحشوه وانت هي غنبسطها شويه فوق منها، ونجمع الجناب ونسدها صافي، ونحاول نغطي كاع دوك الفراغات اللي كاينين. غادي نجيب واحد الطابع اللي غادي ندير فيه هذا الطابع هذا اللي غادي ندير فيه المقروض اللي بغيت نخرجه في هذا الشكل، وغادي نحطو بحال هكا ونستفو. وغادي نخرجو بحال هكا مره مره، الطابع نرشوه بالطحين باش يخرج لينا هاد القوام مقاد، باش ميجيناش معوج. وغادي نعاود العمليه بالنسبه للكميه كامله ديال العجين مع الكميه ديال الحشوه حتى نساليهم كاملين. وغادي نستفهم في صينيه ديال الفران، وغندخلهم الفران على درجه حراره 180 لمده ديال ثلث ساعه، ونخليهم يتحمروا ياخذوا اللون زوين
نخرجوهم مباشرة، نطفيوهم في العسل. كما كتشوفوا هنا تحمروا. بالنسبه اللي بغات تقليهم فتقليهم، غير هو القليان بحال كيخسر شويه الشكل ديال المقروط، ما تيبقاش يعني كيتسمحوا المعالم ديالو، ما تيبقاش ديك الزواقه كتبان بزاف وهذا. وبطبيعه الحال في الفران فصحي اكثر وكيجي رائع بزاف بزاف. وغنبداو نصفيهم من العسل ونقدموه. ودائما بالنسبه للعسل راه كنت قلت لكم استعملت الرحيق، كيتباع في بيم، عسل ممتاز زوين بزاف، ماشي ما فيهش سكر، وعسل رائع جدا وصحي. وغادي نقدمهم بالصحه والراحه. بالنسبه لطريقه الاحتفال ديالهم، حتى هما كنديروهم في شي طويصه وكنديروهم في الكونجيلاتور الا بغينا، او غير في الثلاجه حتى كناكلوهم وبالصحه والراحه. وكنتمنى يعجبكم هذا المقروط البسيط الساهل. وتحياتي لكم، مع السلامه ان شاء الله في وصفات.